السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة طبخة ومعلومة مع أمي تسنيم. الفيديو بتاع النهاردة يا جماعة، طبعا أنا جيت وكنت بنتقد القنوات اللي عمالة تلعب على ترند الطلاق، وعمالة أقول لكم بيلعبوا على ترند الطلاق، وفعلا قنوات كتير أوي اليومين دول بتلعب على ترند الطلاق، منهم ياسمين شاهين وغيرها. أنا كلامي النهاردة يا جماعة على سماح اللي هي بتاعت حب حياتك ودلعي مطبخك، ها؟ نفس النظام يا جماعة، عمالة تلعب على المشاكل. بصوا يا جماعة، سماح دي متعودة، يعني هي القناة دي على طول متعودة ان هي بتتاجر بالمشاكل بتاعتها. يعني ايه بتتاجر بالمشاكل بتاعتها يا جماعة؟ دايما يا جماعة القناة دي على طول تطلع وتعمل عناوين وصور مصغرة تشد الجمهور ان في مشاكل بينها وبين حماتها، ان في مشاكل بينها وبين حماها، لكن الموضوع ده كله بيبقى كدب في كدب عشان تركب الترند وتعمل لايكات وتعمل مشاهدات وتقبض من الكدب على المتابعين. اول حاجة عملتها قبل كده كانت عاملة موضوع الفطار، وكانت عاملة فطار وان انا عزمت حماتي وكسرت بخاطري ومرضتش تطلع عندي وكسفتني، والفيديو عمل كذا مليون مشاهدات وكذا لايك، ألوف يا جماعة من اللايكات ومشاهدات، وقبضت قد كده من حس من يعني تحت مسمى العنوان اللي هي قدمته، أصلا أنا عملت فطار لحماتي في عز رمضان وكسفتني مرضتش تطلع عندي وكده، والصورة المصغرة بقى وإيه ونزل الفيديو ويجيب لك لايكات ومشاهدات ومش عارف إيه، وكل ده بالكذب يا جماعة. تانيها طلعت قعدت تقول اصلا انا كنت عايزه اغير اوضه النوم بتاعتي، وحمايه اتخانق فيا وطردني في عز البرد انا وعيالي بالليل عشان كنت عايزه اغير اوضه النوم بتاعتي. طبعا برضو ده كله كدب في كدب، لاني يا جماعه هي غيرت حاجات كتير قوي في الشقه، وعلى طول بتغير حاجات كتير في الشقه، اشمعنى حماها بقى هيجي على اوضه النوم اللي هي هتجيبها جديد ويقول لها لا ما تغيرهاش؟ كدابة يا جماعة. وبعدين والله العظيم يا جماعة، ناس كتير قوي من اللي يعرفوا حماها وحماتها بيقولوا حماها وحماتها من اكتر الناس الطيبين اللي ممكن تقابلها في حياتك، يعني عمرهم ما يعملوا زي ما هي بتكتب عليهم في الفيديوهات. هما لو مش طيبين يا جماعة يسيبوها تعمل عناوين زي كده وتكسب مشاهدات ولايكات على حس ان هما ظالمينها او كده، والمتابعين يخشوا يغلطوا فيهم؟ اي يا جماعة. طبعا هي دلوقتي بتعمل ايه بقى؟ بتعمل التجارة الكبيرة، التجارة الرابحة، اللي هي ايه بقى يا جماعة؟ اللي هي نعمل على المشاكل الزوجية، نعمل ايه؟ نتاجر بالمشاكل الزوجية. هي فعلا يا جماعة في مشاكل بينها وبين زوجها، المشاكل دي هي السبب فيها، ولا حماها ولا حماتها السبب في المشاكل اللي هي فيها دلوقتي، هي اللي غلطانة. المشاكل بينها وبين زوجها، وانا ما اقدرش اقول اكتر من كده، المشاكل بينها وبين زوجها، مش بينها وبين حماتها ولا حماها، ماشي يا جماعة؟ في مشاكل والمواضيع بينهم متوترة، بس هي على طول دايما تطلع بالموضة اليوتيوب. شوف الموضة اليوتيوب اليومين ايه؟ اليومين دول ايه؟ كانت من قيمة فترة اصلا حملت وسقط كذا قناة كانت واخدة الموضوع ده، كانت من قيمة فترة معلش يا جماعة ادعولي اصلا انا عملت حادثة، برضو نفس القنوات كانت بتعمل تجارة بمشاكلها وهي واحدة من الناس دول، برضو كانت خشوا معلش اصلا انا في مشاكل بيني وبين زوجي اليومين دول وهنطلق، دي كانت دي برضو بقى اليومين الموضة بقى بتاعت القنوات دي، وهتشوفوها كلها اليومين دول موضة المشاكل الزوجية والطلاق والحق وترند الطلاق وترند المشاكل الزوجية، القنوات الكبيرة اللي هي المصرية الكبيرة اللي على اليوتيوب. طبعا انا عتبي، بس انا طبعا ما بغلطش في شخصها، انا بنتقد يعني ايه المحتوى يا جماعة اللي بلاقيه بيكذب على المتابعين. انت ما يكون ما فيش بينك وبين حماكي مشاكل ولا حماتك مشاكل، ليه تطلعي تحطيهم في جملة مفيدة في الفيديو بتاعك؟ هم عشان طيبين يعني انت واخدة راحتك قوي؟ طبعا هو في مشاكل بس مش واصله لموضوع الطلاق، هي تطلع وتقعد تلمح لنا ان في طلاق، ان هي هتطلق، ان هي مش عارف ايه. يا جماعه كل ده كدب في كدب، هما بيبقوا عايزين يكسبوا مشاهدات ويكسبوا لايكات. دول ناس يا جماعه بقوا بيعبدوا الدولارات، بيعبدوا الفلوس زي ما بيقولوا،
عشان تجيب تركب ترند، وهي فعلا دلوقتي في الترند بموضوع المشاكل الزوجية وان هي هتتطلق، هي وغيرها 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 دلوقتي في موضوع الطلاق. انا عايزة اعرف بس، هم انا هقول لكم بس هم بيعملوا كده ليه يا جماعة؟ لان خلاص محتواهم بقى ممل، عارفين المحتوى الممل اللي خلاص محدش مش عايز يشوفه. عندها متابعين كتير من جميع انحاء العالم، فطبعا عايزين تجديد. تعمل ايه؟ تقول لك اخش اقول لهم ان انا عندي مشاكل زوجية وان انا ايه اتطلق. احنا تعبنا وزهقنا من القنوات يا جماعة اللي بتقعد تكذب على المتابعين. انتوا قنوات كبيرة وليها حجمها على اليوتيوب وليها متابعين من كل حتة، يا ريت تحترموا المكانة اللي انتوا فيها، احترموا عقول المتابعين اللي بتشوفكوا. دي بس اللي انا عايزاه، انا مش عايزة اي حاجة غير كده يا جماعة، ان احنا نحترم عقول المتابعين اللي بيشوفونا. احنا لنا متابعين والناس كتير قوي بتحبنا، ليه نطلع ونقعد نشوه صورة حماية وحماتي قدام الناس وهم ما يكونوش بيعملوا حاجة؟ في مشاكل بينك وبين زوجك، ماشي، البيوت كلها فيها مشاكل يا جماعة، ما هاتولي بيت كده ما فيهوش مشاكل وعايش عيشة وردية. كل البيوت فيها مشاكل، بس الكذب وحش يا جماعة. لما تقعدي تفولي على نفسك هتطلق هتطلق، ده في مشاكل، انا ماليش غير بيت ابويا، انا مش عارف ايه، انا مش عارف ايه، ده ايه يا جماعة؟ الواحدة لما تكون زعلانة مع زوجها والله ما بتتكلم ولا تقول لحد، مش تطلعوا وتفضحوا الدنيا على اليوتيوب وتفضحوا المشاكل الشخصية على اليوتيوب، اذا كانت هي او غيرها. يعني انا مش كلامي ليها هي بس، انا كلامي لكل القنوات اللي بتطلع تعمل تبين فضايح على اليوتيوب ويفضحوا بعض ويغلطوا ببعض على اليوتيوب. اتكلمت كتير في الكلام ده والله العظيم يا جماعة، وتعبت من كتر الكلام ده وزهقت. انا نفسي بجد قناة كبيرة زي دي تبقى ليها متابعين من كل حتة وناس متابعاها من كل حتة، تحترم عقل المتابعين اللي بيتابعوكي، ما تقعدوش تكذبوا عليهم يا جماعة. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم متنسوش اللايك والاشتراك والتعليق في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.